سرق فيك شيف أنطوان عبر موقع الفن، برامج انتقادية بيتعرضوا لك ببرنامجك، هل هالشي بيزعلك أو لا؟ هلا يعني 15% بنزعل فيهم، 85 ما بنزعل، بس إنه أوقات في شغلات بتكون السمع مش مأثر. يعني نحن بالتلفزيون عنا ضمن إمكانيات، يعني بغير تلفزيونات في إمكانيات كتير قوية وإشياء كتير حديثة، نحن بعدنا تلفزيون لبنان هيدي مش متوفرة عنا أكيد، وأنا برنامجي مباشر إلا ما يضل يطلع شغلات صغيرة من النوع. شيف أنطوان، السنة الماضية كنت مشارك بسلابريتي دويتس، حضرت شيء هيدا الموسم؟ إيه أكيد حضرته، ليش لا، وكتير منيح، وكمان يعني كنت اثنين متوقع لهم وفعلا وصلوا. مين كنت عم بتتابع أكتر شيء؟ مين كنت متوقع أنه يوصل؟ أنا كنت كل الحلقات بحضرها وكلهم حلوين، بس كنت بتمنى ليليان نمري على قد ما عملت مجهود وكذا كانوا يوصلوها للفينال. شيف أنطوان، تجربتك بالتمثيل اليوم بتخليك تفكر تصير تحترف التمثيل أو أنه تترك المطبخ؟ لو احترفت التمثيل هي لواحد، ولكن مهنتي الأساسية اللي هي تعليم الناس وحبي للناس لعلمهم فن الطبخ بحضال موجود. دايما بتطبخ لنا أكل طيب، أنت شو أكلتك المفضلة؟ أنا بأكل كل الأكل بموسم، وهو الأكل الطيب شرط أنه يكون نظيف وينعمل على طريقة مظبوطة لتركب التوابل مع بعضها تركيبة الطبخة. أنت مين بيطبخ لك؟ بطبخ لحالي. كلمة أخيرة لموقع الفن. يعني فعلا أنا كمان مشجعكم على هالأشياء الحلوة، وفعلا شيء كتير مميز بهالنهار الحلو يلي عم بفتتح فيه أول نهار لفيلم السينما. ميرسي كتير لكم.